السلام عليكم وكيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. الفيديو دي يعني من الفيديوهات الثقيلة على القلب يعني إنه الواحد يعملها، لكن يعني كنت أتمنى إنه يكون في ظروف أحسن من كذا، لكن في النهاية لازم طبعا أتكلم عن الحاصل في السودان. كلنا متابعين وكلنا كسودانيين أو حتى من غير السودانيين، أكيد يعني أخواننا من العرب والمسلمين وكل الناس اللي بيحب السودان أكيد الآن شعرين بحزن كبير ومتابعوا بأسى يعني الحاصل في السودان الآن. فالمهم دي فيديو كده من القلب للقلب زي ما تقول، يعني بس عبارة عن ونسة، ممكن تعتبروه ونسة فضفضة، وبرضو حبيت أشارككم شوية معلومات عن الحاصل في السودان، عن وضع أهالي مثلا، عن كيف نحن ممكن نساعد، برضو كيف ممكن نساعد أخواننا في السودان. وبرضو في ناس سألوني عن اليابان، هل اليابان فتحت فرصة للهجرة أو للجوء أو كده، فدي كلها حجاوب عليها إن شاء الله خلال الفيديو دي. طيب إذا بتتابعوني لأول مرة، أنا اسمي سارة مدسر وأنا سودانية مقيمة في اليابان، ودي قناتي سارة في اليابان. عادة بتكلم عن حاجات خاصة باليابان، لكن اليوم حلقة خاصة بصفتي سودانية. سودانية وعندي كثير من الأهل، من الأصدقاء، من المعارف، من الذكريات الجميلة في السودان. يعني أنا عشت في السودان فترة الطفولة كلها لغاية عمري 17 سنة، بعدها درست الجامعة، يعني أسرتي انتقلت برا السودان، عشنا فترة ومنها تزوجت وجيت هنا اليابان. فأنا مقيمة في اليابان من 16 سنة مع أسرتي. المهم خلونا نبدأ فيديو اليوم. حابة اليوم أكلمكم عن الحاصل طبعا في السودان، أكيد كلكم متابعين. بالتحديد من 15/4 بدأت اشتباكات بين الجيش السوداني وما يسمى بالدعم السريع. النتيجة طبعا زي ما شايفين حرب، دمار، تهجير لأسر كثيرة سودانية، يعني هدم للبنية التحتية، مشاكل في الموية، في الكهرباء، ده غير طبعا الخوف والهلع. يعني ما في أمن، ما في حتى يعني حاجة تبشر بأنه الحرب دي حتنتهي في القريب العاجل. سبحان الله، يعني كلنا كنا متخيلين أو كنا يعني متفائلين يعني أنه تنتهي بسرعة الحرب دي. نحن الآن يوم 25 ولسه مواصلة، يعني لسه الحرب مواصلة، و سبحان الله يعني حتى الأخبار متضاربة. يعني أنا كسودانية طبعا متابعة بالذات أكثر شيء، يعني غير الأخبار متابعة برضو وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في الفيسبوك أو في جروبات الواتساب مع الأهل مع الأصدقاء وكذا. ف دائما كل يوم سبحان الله كل يوم تجدد الاشتباكات، إنه في معارك. كثير من أهلنا كانوا لسه يعني قاعدين في البيوت على أمل إنه الحرب دي تقيف وصابرين، لكن في النهاية سبحان الله يعني كثير منهم اضطروا يطلعوا برا السودان لأنه يعني بقت صعبة، اضطروا يطلعوا زي ما قلت لكم. غير إنه يعني ما في أمن، ما في أمان، أصوات القنابل، مش بس الأصوات، يعني طبعا ممكن في أي لحظة تجيك دانة، قذيفة، رصاص. يعني في كثير ناس ماتوا يعني بقذائف طايشة زي ما بقولوا. وبس يعني لحد الآن طبعا الناس المتابعين بيكونوا عارفين يعني بالضبط الأعداد، لكن تقريبا أكثر من 800 هم القتلى والمصابين، كثير يعني كثير جدا والعدد زايد يعني. وما في حاجة مبشرة إنه حتنتهي قريب، رغم إنه في جهود كثيرة، لكن في أرض الواقع لسه يعني. وحتى إذا كنا متفائلين وقلنا إنه الحرب تنتهي، يعني أكيد حتحتاج وقت عشان عشان الحياة ترجع لطبيعتها. يعني عشان الناس أصلاً اللي هاجرت أو الناس اللي طلعت من بيوتها عشان تقدر ترجع، لازم يكون في أمن، لازم يكون في الخدمات، على الأقل يكون في الموية، في كهرباء، الشوارع. ناس كثيرين طبعاً فقدت أعمالها، أماكن تجارية، الأسواق، مصانع برضو، وأخيراً حتى المتاحف، حاجات كثيرة يعني كلها تكسرت. المهم هو واقع محزن يعني، وهو واقع محزن، لكن الواحد لازم في النهاية لازم يفكر الحاجة الإيجابية اللي ممكن يعملها شنو، الحاجة اللي ممكن يقدمها شنو. طيب بالنسبة لأهلي، أنا طبعا عندي أبوي أمي، الوالد والوالدة، وأخوي وزوجته، هم ديل المستقرين في السودان في الخرطوم. سبحان الله يعني بين يوم وليلة
الوضع تغير. هم في الأول الكم يوم الأولى كانوا قاعدين يعني في البيت على أساس إنه الحرب بتهدأ والاشتباكات يعني تنتهي، لكن لأنه يعني المنطقة اللي ساكنين فيها شوية كان يعني تعتبر مناطق الخطرة يعني، فكان ضرب كتير. طبعا أكثر حتات خطرة هي القريبة للمطار، القريبة للقيادة العامة، القريبة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، المهم الحاجات الاستراتيجية يعني اللي هو الجهتين المتحاربتين بيحاولوا يسيطروا عليها. وفي حتات تانية طبعا. المهم هما في الأول طلعوا لمدينة بر الخرطوم، يعني ما بعيدة خالص من الخرطوم، قعدوا فيها فترة. لكن سبحان الله هم يعني الناس كلها طلعت برا الخرطوم كانت في الأول مفكر إنه دي فترة مؤقتة لغاية ما الأمور تهدى وإنهم يرجعوا يعني، فكثير من الناس بس شالوا حتى حاجات الأساسية يعني، ما حاجات كثيرة على أساس إنه حيرجعوا لبيوتهم. ولكن بالأسف تطور الأحداث ما كان ماشي يعني، الأمور يعني ماشية في للأسوأ والاشتباكات متزايدة وما كان بقى ما في أمل يعني إنه الناس ترجع. فهم الآن توجهوا لمصر، وصلوا القاهرة زي كثير من السودانيين طبعا، جزاهم الله خير يعني الأخوان في مصر ما قصروا يعني، كثير طبعا من السودانيين نزحوا عن طريق المعابر دي اللي هي أرجين وأشكيت في شمال السودان، ودخلوا منها لمصر من أسوان، وواحدين استقروا في أسوان وواحدين مشوا القاهرة. المهم يعني في النهاية طلعوا برا السودان بحثا عن الأمن والأمان. كثير منهم ما قدروا ياخذوا يعني، حتى ما كان عندهم وقت إنه الناس طلعوا مشوا لمدن تانية حتى عشان يرجعوا للبيوت يقدروا ياخذوا حاجاتهم، سواء كان ذهب أو مبالغ مالية أو يعني على الأقل زبط أمورهم يعني، ما كان في طريقة لأنه الوضع الأمني ما كان بيسمح إنه الناس ترجع. فالوضع بجد سيء وحاجة مؤلمة وحاجة محزنة. وأكثر حاجة يعني سبحان الله غير انعدام الأمن والأمان، إنه في ناس فقدت كل ممتلكاتها، فقدوا كل حاجة يعني. كان في كمية من النهب اللي هم اسمه الدعم السريع ده اللي بيدخلوا البيوت، ممكن يطلعوا الناس من البيوت عادي ياخذوا حاجاتهم يعني يقعدوا في البيت، أو طبعا إذا لقوك أنت أصلا ما في دي فرصتهم يعني بيدخلوا بياخذوا أي شيء، ياخذوا الذهب، ياخذوا الأجهزة، ياخذوا اي حاجه عندها ذات قيمه يعني بياخذوها. فبجد يعني ربنا يعوضهم، الناس اللي فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم. في ناس طبعا فقدت ارواحها يعني، زي ما بقول طلع بالخساره الماديه او الخساره الماليه دي. ف بالسودان احنا بنقول جاتك في مالك سامحتك يعني، لكن في كثير ناس سبحان الله تجار، اصحاب شركات، اصحاب مصانع، كل حاجاتهم اتفقدت يعني، مصانعهم اتدمرت، الأجهزة، الكمبيوترات مثلا، الحاجات زي دي كلها اتنهبت. طيب عشان ما أكون بس بتكلم لكم عن المشاكل الحاصلة والأثار يعني بتاعت الحرب وكده، خلونا نحن نكون نتكلم عن الحاجات الإيجابية اللي ممكن نحن كمغتربين أو كسودانيين مغتربين أو حتى الجنسيات الثانية اللي بيفكروا يعني يساعدوا السودان، كيف نقدر نساعد السودان. أنه حتى الآن إرسال مساعدات عينية أو نقدية للسودان صعبة جدا يعني، جهات معدودة هي القادرة الآن توصل المساعدات للسودان. المهم أنا حقلت لكم روابط عدد من الجهات، مثلا عندكم رابطة أطباء السودانيين في أمريكا، أطباء السودانيين في قطر، في جهات مختلفة. المهم إنه ممكن أنت تقدروا تبرعوا لها، تدعموا بها الناس في السودان. وأي مبالغ يعني أي مبالغ بتقدروا ترسلوها هي أكيد بتدعم، لأنه زي ما قلت لكم ناس سبحان الله ناس بين يوم وليلة فقدت كل شيء، فقدت شغلها أصلا يعني، وسائل كسب الرزق بالنسبة لهم بقت ما متاحة، حتى الأكل والشراب، الموية، الكهرباء، البنزين، الأدوية طبعا. أكثر ناس أكيد هم حيكونوا بعانوا الناس اللي بياخدوا بيحتاجوا أدوية، خاصة الأدوية المنقذة للحياة يعني، زي اللي عندهم إصابات السكري، اللي عندهم فشل كلوي، الناس اللي بيحتاجوا يعني أدوية مستمرة، ديل يمكن يكونوا أكثر ناس بيعانوا. ففي جهات بتحاول توفر الحاجات دي يعني، الأدوية والأغذية للناس المحتاجين. حقلت لكم في صندوق الوصف
روابط لجهات مضمونة ممكن أنتوا يعني تتبرعوا بها، توصلوا بها دعمكم للمتضررين من الحرب في السودان. في ناس برضو بيسألوني عن اليابان، الحكومة اليابانية هل فتحت باب اللجوء مثلا أو الهجرة أو كذا للسودانيين يعني في ظل الظروف القائمة دي؟ فلحد الآن بحسب علمي يعني أنا بس يعني بشوف الموقع مثلا بتاع وزارة الخارجية اليابانية ما في حاجة معينة، ما في حاجة معينة يعني. آخر خبر كانوا خدتينه يوم 27/4 تقريبا اللي هو إجلاء الرعاية اليابانيين من السودان عن طريق جيبوتي، والمهم يعني عن إجلاء الرعاية اليابانيين، لكن ما في معلومة عن فتح باب للهجرة أو اللجوء. في برضو قبل يوم تقريبا كنت شفت خبر إنه قدموا دعم مادي للسودانيين اللي نزحوا لمصر، السودانيين الموجودين في مصر، دعم مادي عن طريق يعني سفارتهم في القاهرة. لكن بصراحة يعني اليابان من الدول السياسية جدا صعبة بخصوص اللجوء وبخصوص الهجرة، يعني ما في زول عارف هيحصل شنو. لكن عموما من تجربة يعني أنا شفت ناس كثيرين من بلاد عربية مثلا أو من الشرق الأوسط بلادهم فيها حروب وبرضو يعني ما بدوا اللجوء بالساهل. يعني عموما اليابان سياستها شوية صعبة في الحتة دي، وأغلب الناس اللي بدوهم هجرة أو لجوء بيكونوا من بلاد شرق آسيا زي فيتنام زي ميانمار زي الحتة دي. لكن على كل إذا جاتني أي معلومة أو إذا لقيت أي معلومة بخصوص فتح الهجرة أو تقديم أي مساعدات معينة للسودانيين أكيد حشارككم بها. وبس ده زي ما قلت لكم فيديو كده سريع مختصر، يعني يمكن ده أقل فيديو هعمل فيه مونتاج لأنه هو بس يعني كلام حابت أشارككم بس أفكاري وأطممكم برضو على الأهل يعني وكده. وبس إن شاء الله نكون على تواصل، خلوا لي آراءكم ومقترحاتكم في التعليقات. دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.